هناك حديث يخيفني كثيرا بل كان يخيف الكثير ممن كان قبلنا ان الله عز وجل اول ما يوقف بين يديه لينصرف الى النار عالم اسمع هذا الكلام الذي سيدخل النار اول من يدخل النار عالم قبل ابليس وقبل فرعون وقبل هامان عالم مسلم يوقفه الله تعالى بين يديه ويساله ماذا عملت يا عبدي فيقول يا رب تعلمت من اجلك وعلمت من اجلك فيقول الله تعالى له كذبت تعلمت ليقال عالم وعلمت ليقال معلم وقد قيل اذهبوا به الى النار فيلقى في النار على وجهه ثم يوقف بين يديه سبحانه وتعالى متصدق محسن فيقول الله عز وجل له ماذا عملت؟ فيقول يا رب انفقت في سبيلك وعملت الخير من اجلك فيقول الله تعالى له كذبت انما تصدقت ليقال محسن كريم متصدق وقد قيل اذهبوا به الى النار خلاص الشيء الذي عملته اخذت مقابله ممن طلبت منهم ذلك ممن نويت واردتهم فيلقى في النار على وجهه ثم يوقف بين يديه رجل قاتل بين الصفين وهو مسلم وقتل في الجهاد. فيقول له الله تعالى ماذا عملت؟ فيقول يا رب قاتلت من اجلك واستشهدت في سبيلك. فيقول الله تعالى له كذبت انما قاتلت ليقال شجاع وقتلت ليقال شهيد وقد قيل اذهبوا به الى النار فيلقى في النار على وجهه. هذا الحديث اقض مضاجع الصالحين. لأن فيه نوع فيه نوع من مواجهة الإنسان بحقيقة الأمر الله كريم والحق عز وجل لا يضيع إيمان المؤمنين ولا يضيع أعمال العاملين لكن الحق سبحانه وتعالى رب إله لا يقبل أن يكذب عليه لا يقبل أن يعامله العبد بالخديعة تقول إياك نعبد وإياك نستعين وقلبك مشغول بزيد وبعامر بأحد من الناس لهذا جاء مرض الرياء من اشد واخطر الامراض التي تصيب القلوب وينبغي للمؤمن ان يحرص على معرفه هذا المرض على معرفه كيف يفتش على قلبه تعال يا مريد فتش على قلبك